أهلا بكم من جديد. وقراءة في تطورات التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية مع ضيفنا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور ومنورنا. وفي بداية هذا الحديث بعد 90 يوم من بداية هذه الحرب الروسية الأوكرانية، كيف تغير الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العالمي تغير بشدة. أولا في المدى القصير، يعني الاقتصاد العالمي بيشهد أسوأ أزماته على الإطلاق، حتى أسوأ من أزمة الكساد الكبير. في مقدمات الأزمة العالم بدأ يشعر بالجوع، العالم يعني داخل دلوقتي على منحنى. مش بس إن إحنا عندنا تعطل في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لأ بدأنا كمان نشعر بغياب المواد الخام أو المواد الأساسية في الاقتصاد العالمي، لدرجة إنه في تقرير طلع من 4 أيام بيتكلم عن الاقتصاد البريطاني إن في واحدة من كل 5 أسر في بريطانيا تخلت عن وجبة على الأقل خلال الشهر اللي فات من غذائها، ودي بريطانيا واحد من أكبر 5 اقتصادات في العالم. مش بس كده، امبارح كمان بدأ بيطلع من الاتحاد الأوروبي تحذيرات بأنه هيبقى في غياب لي أو يعني هنبدأ نشهد أزمة غذاء في العالم. ده بس على مستوى الغذاء. مستوى الطاقة بقى زي ما حضرتك شايف عندنا أزمة طاقة كبيرة جدا، الموضوع بيتفاقم. مستويات النفط الأمريكي، مخزونات النفط الأمريكي عند أدنى مستوياتها في 20 سنة. الضغوط ما زالت مستمرة. الأوروبيين بقوا بيضطروا يشتروا النفط الأول مرة، يعني الغاز أول مرة في التاريخ بعملات غير العملة الأساسية المقاومة للأسعار الطاقة اللي هي الروبل، يعني بدأوا يشتروا بالروبل. لما فرضت روسيا الشراء بالروبل. صحيح. مش بس كده كمان، معانا في نفس الوضع دوت ازمه لوجستيه بتضرب بالعالم كله. عندنا يعني واحده من اكبر الازمات اللوجستيه في العالم، عندنا حوالي 5 أسطول العالمي من السفن عطلان في المواني بسبب الاغلاق الصيني اللي حصل للمواني الصينيه بسبب كورونا، بسبب جائحه كورونا يعني. فعندنا تعاضد او تكاتف من الازمات العالميه على الاقتصاد العالمي، وجاي بقى بيخيم فوقها كلها الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي طاحنه يعني العالم كله بشكل كبير يعني، وخاصه الدول الناميه اللي بتعتمد على شراء المواد الاساسيه بتاعتها من الدولتين اللي بتحاربوا، وبتعتمد على شراء المواد المصنعه من الصين اللي عندها اغلاقات، وبتعتمد في تمويل الاثنين دول على القروض اللي جايه من الغرب. اللي عنده تضخم عالي جدا، وبالتالي القروض مرتفعه للغايه، بالتالي الفلوس مش موجوده، السلع الاساسيه مش موجوده، والسلع الصناعيه مش موجوده، فهي ازمه غير مسبوقه على الاطلاق. طيب اذا كنا نتحدث عن ازمه غذاء فعلا سيواجهها العالم، بالتاكيد انه هذه الازمه هناك دول هتكون متضرره اكتر من غيرها. دكتور محمد، ما هي الدول والمناطق اللي هتكون متضررة أكثر، وما هي الدول التي تستطيع أن تصمد أكثر في وجه هذه الأزمة؟ هو على عكس كل متوقع أن الدول الأكثر تأثراً بالموضوع المرة دي هي الدول المتقدمة، لأنه الدول النامية بتبقى عندها نوع من أنواع يعني الخوف من أن هي يبقى عندها صدمة سعرية كبيرة، فعندها احتياطيات استراتيجية للغذاء بشكل كبير جداً. وبالتالي الاحتياطات الاستراتيجية دي بتأمنها وقت الأزمات. كل ما الاحتياطي كبر، كل ما كنا قادرين نتلقى الأزمة بسهولة. وبالتالي الدول النامية عندها أمان نسبي في هذا الجانب. طب الدول المتقدمة، الدول النامية حسبت حساب، يعني مش بالتأكيد يعني لديها علم، ولكن بتحسب حساب هذه الظروف. لا، هو مش بس بتحسب حسابها، هي بتبقى متخوفة من الصدمات السعرية. يعني أصلا مش بتخزن علشان غياب السلع، لا ده بتخزن من الصدمة السعرية. اللي حاصل بقى في الدول المتقدمه ان هم عندهم حاجه اسمها النظام اسمه الجاست ان تايم مانيفاكتشرنج او التصنيع اللحظي. ده بيخليهم يحاولوا يقللوا كميه المخزونات اللي عندهم بشكل كبير جدا عشان يقللوا تكلفه التصنيع، وبالتالي ما بيملوش اطلاقا للتخزين، ولانه طبعا الاسعار الفلوس عنده كتيره، ما عندوش مشكله في العرض النقدي بتاعه، بيقدر يشتري السلعه بشكل كبير طول الوقت. فاللي حاصل المره دي ان السلع هيخزن ليه؟ لانه التخزين بيرفع عليه الثمن يعني، وبيرفع عليه التكلفه. اللي حصل المره دي انه السلع نفسها مش موجوده، مش السعر بقى الغالي، لا السلع نفسها مش موجوده. وعلشان كده حضراتكم السلع، قصدي الدول المتقدمه هي اللي بتعاني عندها اكتر، عندها نقص في السلع، في حين الدول النامية ما عندهاش هذا النقص للاشهر القادمه حتى على الاقل. طيب قرارات البنوك المركزيه حول العالم يا دكتور محمد، هل هي بالفعل تتناسب مع حجم الازمه الموجود دلوقتي؟
هي تتناسب، بس هو حضرتك يعني الحقيقة إنه الموضوع مش موضوع تضخم ناتج عن زيادة المعروض النقدي، فأنا بحاول أقلل المعروض النقدي. لا، الموضوع ناتج عن غياب العرض السلعي. يعني إحنا عندنا السوق بيتقسم نصين، النص الأول فلوس عاوزة تشتري سلع، والنص الثاني هو السلع اللي الفلوس عاوزة تشتريها. وبالتالي إذا مفيش سلع، بس الفكرة بقى كلها إنه مهما الفلوس قلت في الجنب ده، السلع هتفضل قليله هنا بشكل اكتر. ايوه، فبالتالي مش هيتاثر السعر، والسعر فيفضل التضخم، بس كده، فالتضخم اللي هيفضل. عشان كده احنا ما زلنا متوقعين انه حتى مع اجراءات البنوك المركزيه برفع اسعار الفايده، حتى ولما الفلوس تدخل النظام المصرفي، هتفضل التضخم، مش هيفضل التضخم شغال وبمعدلات عاليه جدا، لانه السلع اصلا قليله، السعر المعروضه في الاسواق قليله للغايه، والطلب عليها مرتفع جدا، وبالتالي الاسعار تفضل في التضخم. عشان كده سمعنا تصريحات عديده جدا يعني من رئيس الولايات المتحده الامريكيه انه احنا خلاص ما عدناش قادرين نسيطر على التضخم. رئيس الفدرالي الامريكي كان الاسبوع اللي فات برضه بيتكلم عن انه احنا خلاص ما عادش عندنا اي وسيله لمواجهه التضخم، وهنفضل نرفع اسعار الفايده يعني بشكل كبير لغايه لما نوصل دي المعدلات ده. وده معناه ان احنا عندنا بشكل واضح تماما يعني بشكل واضح تماما بان بقينا داخلين في ما يطلق عليه التضخم المنفلت، وده بدايه ليه ما يطلق عليه يعني ركود التضخمي. لا، ده بقى الظاهره اللي جايه بعدها، التضخم السريع جدا او بيسموه الهايبر انفليشن، وده بياخدنا بعد كده لما يطلق عليه الركود التضخمي، لانه التضخم بيبقى كبير جدا، الفلوس مش موجوده، الاستهلاك بيقل والاستثمار بيقل كمان، بالتالي مفيش معروض نقدي يشتري حاجه، بيبقى في عندنا سرعة ثمنها بيرتفع، وفي نفس الوقت مفيش فلوس تشتريها، وده بيدخلنا لظاهره الركود التضخمي اللي هتسيطر على العالم كله وهتخنقنا لفتره كبيره فيما بعد يعني. طيب، في بداية الأزمة يا دكتور محمد، طبعا يعني شاهدنا كيف فرضت دول العالم، دول الغرب يعني تحديدا، عقوبات على روسيا، وبالتأكيد كان الهدف من هذه العقوبات هو التأثير على الوضع الاقتصادي داخل روسيا. يعني هل حقق فعلا أو حققت هذه العقوبات الهدف؟ هل تأثر الاقتصاد الروسي مثلما تأثرت اقتصادات دول أوروبا والدول الغربية؟ هو فندم، مع بداية الأزمة خالص كنت ضيف هنا في برنامج كلام في السياسة، وأستاذ أحمد سألني هو العقوبات الغربية هتقضي على الاقتصاد الروسي؟ فقلت له لأ، العقوبات الغربية هتأثر على الاقتصاد، هتتعب الاقتصاد الروسي، لكن في نفس الوقت هتضر الاقتصادات الأوروبية بشكل أكبر. وده اللي حصل فعلا دلوقتي، العقوبات، وقلت له حرفيا كده، إنه العقوبات الأوروبية الأمريكية زي واحد بيطلق النار على قدميه من مسدسه حرفيا. وده اللي حاصل دلوقتي، الاقتصاد الروسي متأثر ومتأثر بشدة، وهيتأثر أكتر في مدى طويل، لكن الأكثر تأثرا بالعقوبات هم الغرب نفسه. زي ما حضرتك شايفه في تأثر بشكل كبير جدا، سواء على مستوى التضخم. انا عاوز اقول لحضرتك انه من البدايه خالص كان في توقعات ان التضخم لو العقوبات تشددت بهذه الطريقه التضخم هينفلت، واذا التضخم انفلت الاداره الامريكيه الحاليه هتواجه مشاكل ضخمه جدا في انتخابات تجديد النصف بتاعه الكونجرس، وقد تخسر اغلبيتها اللي عندها دلوقتي، وتدخل في ضغوط سياسيه ضخمه جدا. ودلوقتي هو ده اللي احنا شايفينه واللي حاصل في الغرب. مش بس كده، لو حضراتكم فاكرين الانتخابات الفرنسيه دي كانت اخر انتخابات حصلت، يعني كان كل القضيه الاساسيه اللي مسيطره عليها في القدره الشرائيه بس كده. فده يقول ان التضخم منعكس بشكل كبير على الاقتصادات الغربيه، وان العقوبات استهدفت صحيح روسيا، بس ارتدت على الاقتصادات الغربيه بشكل اقوى، وتعب الاقتصادات الغربيه لدرجه ان زي ما قلت لحضرتك كده ممكن حكومات تتغير وممكن اغلبيات تتغير، وكان ممكن الرئيس الفرنسي يخسر يعني السباق الرئاسي تحت هذه الضغوط. طيب، يعني لما نيجي نتكلم عن روسيا اللي اتفرضت عليها كل هذه العقوبات يا دكتور شادي، وقلنا من وجهه نظر حضرتك انه الاقتصادات الغربيه يمكن تاثرت اكثر من روسيا، ازاي ارتفع الروبل الروسي مره اخرى مقابل الدولار؟ يمكن ارتفاع ما كانش موجود قبل الحرب الروسية الأوكرانية. طيب، هو اساسا هو الاقتصاد الروسي اتاثر بشكل اقل ليه؟ لانه الاقتصاد الروسي مصدر للسلع، للمواد الخام، والمواد الخام دي هي بدايه سلاسل الانتاج كلها، ما ينفعش اي حاجه تنتج من غير المواد الخام. يعني الاقتصاد الروسي بيصدر جميع انواع المواد الخام الموجوده، سواء مواد خام غذائيه اللي هي الغلال يعني والزيوت، وبيصدر مواد خام من المعادن، وبيصدر مواد خام من الطاقه، وبالتالي سلاسل الانتاج في العالم كلها محتاجه مدخلات الانتاج الروسيه. عشان كده في طلب على مدخلات الانتاج. الرئيس الروسي لقى نفسه بيتفرض عليه عقوبات على استخدام الدولار، ما عادش قادر يستخدم مخزون الدولار اللي عنده، والخروج من نظام سويفت والى اخره، بس كده بس. فخلاص انتوا مش عاوزين تستخدموا الدولار، بكل بساطه خالص
استخدموا عملتي في شراء المواد الخام اللي انتم محتاجينها، وبالتالي خلاص هتشتروا المواد الخام بتاعتي بالعمله بتاعتي والا مش هبيعها. وبالتالي بقى في طلب على العمله الروسيه على الروبل بشكل كبير جدا، لان الناس محتاجه المواد الخام سعرها. بس كده المواد الخام بشكل ما يقدرش العالم ما يقدرش يستغنى عن المواد الخام الروسيه. فالطلب زايد جدا على المواد الخام دي، واذا انت بقى مش هتبيع بالدولار يبقى هتبيع بالعمله ثانيه اللي هي الروبل. فاذا في طلب كبير على الروبل ده يرفع سعره في مقابل الدولار، وهو ده اللي عامل الطفره السعريه دي. لكن الطفره دي هتكمل؟ لا مش هتكمل، خاصة بعد ما تمتلئ بقى الـ الشركاء التجاريين بالروبل، هيبدأوا يتخلوا عنه في مقابل دولارات تانية، وهنا هيعمل ضغط على الروبل عكسي هيؤدي مرة تانية لتراجع الروبل. لكن ده في المدى القصير المتوسط، يعني ممكن في خلال سنتين لسنتين ونص مثلا نبدأ نشهد تاني تراجع الروبل إلى مستويات الأساسية، خاصة لو الأزمة يعني انفضت والدنيا هديت تاني ورجع الاقتصاد الروسي يبيع بالدولار. طيب على الجانب الآخر نروح للطرف الثاني في الأزمة، هو أوكرانيا وتعامل طبعا الدول الغربية، الدعم الكبير اللي يعني بيقدم ليها من هذه الدول. لو اتكلمنا مثلا عن 40 مليار دولار مساعدات أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، تأثير كل هذا الدعم سواء كان دعم مالي أو دعم عسكري أيضا، تأثيره إيه على وضع أوكرانيا في هذه العملية؟ طبعا هي أوكرانيا دولة غنية جدا بالموارد، لكن يعني هي الأفقر على الإطلاق، الاقتصاد الأفقر على الإطلاق في أوروبا، رغم ان هي واحدة من اكبر الدول، تاني دولة في المساحة بعد روسيا. وده يقول لحضرتك انه اوكرانيا اصلا دخلت الحرب دي وهي اقتصاد فقير للغاية، يعني هي لديها موارد ولكن ليست مستغلة اقتصاديا بشكل كافي. يعني هي عندها موارد كبيرة، لكن يعني انا اسف اقول كده، عندها فساد اكبر. الفساد مسيطر بشكل كبير جدا على يعني هياكل الاقتصاد الاوكراني، وده بيخلي فيه تسرب كبير جدا للموارد يعني والعوائد دي، ودي بيسموها لعنة الموارد عموما، يعني في الدول النامية بيسموها لعنة الموارد. الفكرة كلها انه الاقتصاد الاوكراني داخل فقير الحرب اصلا، وحضرتك مهما كان التعويض اللي اوكرانيا هتاخده، المساعدات دي لا تشكل يعني حقيقي يعني عشر ولا حتى 1% من الخسائر اللي اوكرانيا تكبدتها. الخسائر ضخمه جدا لدرجه ان دلوقتي بدات تطلع التقديرات، توصل لتريليون دولار الخسائر، بدات تطلع التقديرات دلوقتي يا فندم انه احنا ممكن نكون بنشوف تريليون دولار خسائر على الاقتصاد الاوكراني، خاصه بعد تهدم المدن الاوكرانيه اللي على الحدود الروسيه. مش بس كده، كمان التعويضات اللي هتدفعها شركات التامين لهذه الممتلكات، مش بس كده، ده كمان الارواح اللي فقدت والمعدات العسكريه اللي فقدت. الجيش الاوكراني تقريبا بقى يعني اتدمر تماما، ما بقاش عنده بنيه تحتيه لما روسيا استهدفت القواعد بتاعته دي، حتى القواعد يعني المصانع الاوكرانيه نفسها استهدفت، زي مصنع أزوفستال دوت، واحد ده كان قلعه صناعيه فظيعه، يعني واحده من اكبر مصانع الحديد والصلب في العالم، ويعني يعني عارف حضرتك ايه، بس اللي كان عامله الاتحاد السوفيتي على فكره. صحيح يا فندم، صحيح، واحده من اهم القلاع الصناعيه فقدت وهيفقد، ومش بس كده، وما زالت الحرب مستمره، وكل ما الحرب استمرت كل ما فقدنا اصول اكتر، والاصول اللي الاوكرانيين بيفقدوها دي لن يعني عاوز اقول لك ان هو بالمعدل لن يستطيعوا تعويضها. وحتى مهما بلغت العقوبات، مهما بلغت المساعدات الاوروبيه، وحتى مهما يعني اخذوا من تعويض معنوي بعد كده، سواء بالانضمام للاتحاد الاوروبي او بمعاملات تفضيليه مع الاتحاد الاوروبي، مش هيعوضهم دوت ولا في المدى القصير ولا في المدى الطويل ولا حتى بعد الاتحاد الاوروبي نفسه بيعاني. صحيح يا فندم، بس هو الفكره يعني حدود لمساعدته، مش بس حدود يا فندم، حدود، وفي نفس الوقت مهما كان احسن، انا عشان انجح لازم يكون انا عندي قوه دافعه من الداخل. المشكله ان الاقتصاد الاوكراني نفسه هياكله غير قابله للتطور بشكل كبير، يعني زي ما حضرتك كده عندهم عوائق. عشان كده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال انه اوكرانيا لن تنضم للاتحاد الاوروبي قبل 15 20 سنه، يمكن نتيجه الهياكل اللي حضرتك بتتحدث عنها، اللي محتاجه كل هذا القدر من السنوات لكي يعني تعدل من نفسها وتنضم لمعايير الاتحاد الاوروبي الصارمه. طبعا صحيح يا فندم، هياكل، وفي نفس الوقت يعني اوكرانيا يعني عندها يعني شعب عدده كبير هيدخل ينافس العماله الاوروبيه بشكل منخفض، وده اصلا كان سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بسبب انه كان في دخول من دول شرق ارخص للمملكه المتحده، فده هيعمل ضغط على العماله الاوروبيه اللي اصلا دلوقتي شاهده انخفاض لقوتها الشرائيه، وشاهده اصلا مشاكل في الانفاق عموما، هيؤدي الى تضرر بشكل كبير جدا لدول الاتحاد الاوروبي. عشان كده في تحفظ بشكل كبير على انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي، وهيفضل التحفظ قائم يعني.
طيب لو اتكلمنا عن الدول الأوروبية اللي تضررت جراء هذه الأزمة واللي بتعاني طبعا من التضخم أو ارتفاع التضخم العالمي، يعني هناك إجراءات اتخذتها هذه الدول مختلفة. يعني عندنا على سبيل المثال إيطاليا وافقت على حزمة يعني تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو لحماية الأسر، لحماية المواطنين والشركات من أثار هذا التضخم، وغيرها من الدول اتخذت يعني طبعا إجراءات مختلفة. بتشوف الإجراءات دي إزاي؟ وأي الدول ممكن حضرتك مثلا وانت بتتابع يعني هذه الإجراءات، أي الدول تقول أنه اقتصاديا يعني هي يمكن تكون أقرب للطريق الأمثل للتعامل مع التضخم؟ طب هو الدول الأكثر تضررا أولا كده نوعين من الدول، الدول المجاورة لمنطقة الحرب، دول شرق أوروبا، والدول دي متضررة بشكل أكبر سواء بسبب اللاجئين أو بسبب يعني تأثر إمدادات الطاقة الروسية. ده أول حاجة. الدول الأكثر انكشافا عن الأزمة بعد كده هي الدول اللي بتستهلك طاقة أكتر من روسيا، وبالذات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لأن دول بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الطاقة سواء للتدفئة أو كمدخلات إنتاج، وبالتالي هيتأثر. يعني كان في تقديرات إنه الاقتصاد الألماني قد يخسر 12% من قيمته الكاملة إذا فقد يعني مدخلات الغاز الروسية، وبالتالي دول الدول الأكثر انكشافا على الأزمة. علشان كده حضرتك هتلاقي الدول دي هي الأكثر برضو بتبني لحزم التحفيز. ألمانيا لسه ما دخلتش في الموضوع دوت، لأن هي يعني الاقتصاد الألماني يعني هياكلوا اكتر، يعني تقدر تستقبل الصدمه بشكل اكبر. وكمان روسيا عاوزه تحافظ على علاقتها مع المانيا بسبب الانبوبين بتوع نورد ستريم 1 و2، عاوزه تخليهم يدخلوا الى الاتحاد الاوروبي يعني، فبتحاول تقلل اثر الصدمه على المانيا، وعمرها ما تقطع الغاز عن المانيا الا اذا المانيا بدات تفرض عقوبات. شفنا مثلا امبارح او اول امبارح فنلندا اتقطع عنها الغاز بشكل يعني قطعي، وروسيا مستعده تصعد على فكره في هذا الاطار. وكل ما يعني المستثمرين او العالم بقى حاسس انه الرئيس الروسي مستعد يعني يتمادى او ياخد خطوات اكتر في يعني العقوبات بتاعته وجاد فعلا في تنفيذها، هيبقى في ضغط اكبر على اسعار الطاقه، والضغط اللي على اسعار الطاقه ده هينعكس بشكل اكبر على دول الاتحاد الاوروبي اللي الطاقه عندها سواء مدخل في الانتاج او مدخل في التدفئه، وبالتالي هيبقى في مشاكل اكبر للاقتصادات الاوروبيه، وهيتعثر الاقتصادات الاوروبيه اكتر، خاصه بقى انه اسعار السلع هترتفع في مقابل اسعار السلع اللي جايه من الصين اللي شهد اصلا تحفيز كبير جدا، لانه عندهم ركود. فالدولة الصينية بتعمل حزم تحفيزية كبيرة جدا في إتاحة للنقود، وفي نفس الوقت بيشتروا الغاز، بيشتروا النفط الروسي بثمن أقل جدا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. فالعكس حصل مع الطرفين. هنا في تضخم مغلي أسعار النقود ومغلي أسعار التمويل في اوروبا يعني، ومغلي اسعار الغاز المدخلات للطاقه. العكس مع الصين اللي شهد بقى انخفاض لارقام التمويل، لانه في ركود هناك، الدوله الصينيه عاوزه تحفز الموضوع فبتعرض فلوس بثمن ارخص. دي اول حاجه. وبتفتح دلوقتي الصين يعني هذه الموانئ المغلقه الى اخره، والمشاكل في سلاسل التوريد، ابتدت الصين تخفف من هذه الاجراءات اللي هي كانت خاصه لانه كورونا انتشرت مره جديده. طيب دكتور شادي، يعني هل من وجهه نظرك هيبقى الوضع كذلك؟ يعني المواطن الأوروبي هو يضغط على حكوماته للقدرة الشرائية الأكبر، وأنه هو يعيش برفاهية معينة إلى آخره. إلى أي متى ستصمد هذه العقوبات الغربية تجاه روسيا والمواطن الأوروبي يعاني بهذا الشكل؟ فندم، هو أنا يعني مش اقتصاديا هنا، أنا سياسيا يعني. الحكومات الأوروبية أحرقت سفنها بالكامل في موضوع العقوبات الأوروبية، ما عادش في عودة مرة أخرى عن هذه العقوبات إلا إذا الحرب توقفت، لأنه إذا العقوبات اترفعت عن روسيا. طب وهتستحمل ضغوط شعوبها؟ هتستحمل، لأنه زي ما قلت كده لو العقوبات اترفعت هيبقى في انتصار عظيم جدا للرئيس الروسي، وهم الأوروبيين مش عاوزين يخلوا الرئيس الروسي يشعر ان في انتصار. وعشان كده كان في تكتل بشكل كبير جدا على الرئيس الروسي من اول لحظه عشان ما تتكررش مره تانية، سواء موقفه في جورجيا في 2008 او موقفه في شبه جزيره القرم في 2014. عشان كده كانوا واضحين تمام من البدايه وعاوزين يوصلوا رساله للرئيس الروسي ان دي اخر المعارك اللي تنتصر فيها. وبالتالي زي ما حضرتك شايف كده، الدعم مستمر، الدعم السياسي مستمر، الدعم العسكري مستمر، الدعم الاقتصادي مستمر، علشان يخلوا تكلفه الحرب على روسيا ضخمه جدا، وبالتالي يمنعوا الرئيس الروسي من الدخول في معارك تانية. طب المشكلة مش عند الأوروبيين بأكتر ما هي عند الروس، لأنه روسيا مش هتخرج منهزمة من الحرب، يعني تحت أي ظرف عمر ما الرئيس الروسي هيغامر بالخروج منهزمة من الحرب. عشان كده بقى في كلام بشكل كبير جدا إنه
ممكن نشهد استخدام للسلاح النووي لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه الطرفين مش هيقدموا تنازلات في هذه المعركة. علشان كده زي ما بقول لحضرتك كده، يعني الحكومات الأوروبية خلصت الموضوع، مش هترجع عن عقوباتها، بالعكس كمان كل ما الحرب استمرت هيحاولوا يطوروا العقوبات، لدرجه ان احنا كمان بقينا نتكلم عن عقوبات على قطاع الغاز، مش بس قطاع النفط، ده قطاع الغاز نفسه. بس في معارضه طبعا. انا بقول لحضرتك بس بقى في كلام ما كانش حد يتوقع ابدا الكلام دوت، يعني ما كانش حد يتوقع انه العقوبات تصل الى حتى النفط، لا احنا تجاوزنا النفط الى الغاز نفسه، خلصنا دوت وبقينا نتكلم دلوقتي بقى عن يعني التعامل المباشر والسفراء والتمثيل الدبلوماسي عاوزين يعزلوا روسيا تماما عن العالم وعلاقاتهم والعلاقات في العالم يعني، وبالتالي زي ما بقول لحضرتك كده ما عادش فيه اي مجال للتراجع عن العقوبات الاوروبيه الا بنهايه الحرب. المشكله ان اوكرانيا كمان متشدده جدا في موضوع التسويه، لانه هي شايفه انه بعد اللي حصل ده وبعد التكلفه اللي دفعت دي كلها مش هنخسر كمان اجزاء من اراضينا بعد هذه التكلفه. طب يعني النهارده بدات اعمال منتدى دافوس وهيستمر لحد يوم الخميس القادم، والحقيقه ان المنتدى هذا العام بيلتقي بعد سنتين من المشاركه الافتراضيه بسبب طبعا احداث كورونا. كلمنا عن توقعاتك بالنسبه لاعمال المنتدى هذا العام في ظل هذه العمليه العسكريه. والله يا فندم هو يعني المنتدى السنه دي يعني بجد هيبقى بيواجه صعوبات جامده جدا، لانه زي ما بقول لحضرتك كده في اتجاه لعزل روسيا من المشكله ان الاقتصاد العالمي حقيقي لا يتحمل تكلفه خروج روسيا من 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 يعني من هياكله ومن سلاسله، لانه زي ما بقول لحضرتك كده روسيا بتبدا السلسله كلها سواء في المعادن سواء في الطاقه وهكذا. عشان كده هيكون عندنا تحدي السنه دي كبير جدا في نجاح المؤتمر والخروج بنتائج يعني مهمة. عشان كده حضرتك الرئيس الأمريكي النهاردة كان بيتكلم على أنه في اجتماع لـ40 دولة علشان يعني عشان ياخدوا موقف من روسيا، وده طب ده هيحصل في نفس الوقت اللي فيه المؤتمر منعقد، وزي ما حضراتكم كده أنه صعب على الاقتصاد العالمي يتحمل او يعني حتى يفكر في انه يتخلى عن دوله مورده للموارد الاساسيه او المواد الخام زي روسيا، وبالتالي هيبقى عندنا مؤتمر حقيقي صعب للغايه، هيبقى يعني بيشهد كده صراع مكتوم او صراع داخلي، وممكن كمان نشوف مش بس صراع داخلي، احنا ممكن كمان نشوف احزاب جوه المؤتمر دي، خاصه بقى مع تفاقم الازم يعني تفاقم العلاقات الدوليه عموما، زي ما بنشوف كده دلوقتي الولايات المتحده الامريكيه بتضغط على شركاء روسيا سواء في الهند او في غيرها من الدول علشان يقللوا علاقاتهم معاها، الهنود ويعني بعض الشركاء التانيين. الشركاء دول بيقاوموا يعني الهند بتقاوم. لان هم فعلا مستفيدين للغايه من اللي بيحصل، الهند بتشتري البترول او النفط الخام الروسي بخصم 30% على ثمنه، وكذلك الصين وهكذا، لدرجه انه الهند بقت رابع اكبر مستهلك للنفط الروسي خلال الشهر اللي فات، وده مش حاجه سهله خالص في ضوء ازمه كورونا اللي حاصله وهكذا. مش بس كده، ده الهند كمان مستفيده بان القمح بتاعها بدا يوصل لمناطق ووجهات ما كانش بيوصل لها قبل كده، زي مصر مثلا، عمر ما مصر كانت تشتري القمح الهندي الا في ظل غياب القمح الروسي، وبالتالي في دول مستفيده من الازمه على هامش الأزمة، هتقاوم وهتدافع عن مكاسبها وموقفها. عشان كده بقول هيبقى في صراع مكتوم بين المصالح الغربية وبين مصالح بقية العالم. فالمنتدى ما أعتقدش إن احنا نشوف أي إجماع على أي موضوع، حتى يعني احنا كنا بنتكلم على إنه احنا يعني داخلين على يعني فترة تحدي كبير للاقتصاد العالمي بعد بقى كورونا وهكذا، وبعد الحماية اللي حصلت، وإن احنا ممكن المفروض نعزز بقى الاندماج في الاقتصاد العالمي مرة أخرى، ونعزز الإصلاح اللي يحصل فيه منظمة التجارة العالمية وهكذا. في منتديات زي دافوس ده مش هيحصل خالص دلوقتي، ومش هنشوف اي تحرك على الاجنده الدوليه والاتحادات الدوليه بسبب اللي بيحصل في الحرب الروسيه الاوكرانيه. طيب دكتور شادي، يعني ايه رايك في موقف الصين؟ دلوقتي الصين هي من المفروض انها من حلفاء روسيا، ولكنها يعني السياسه الصينيه طول عمرها هي سياسه متحفظه، يعني بتمسك العصا من النصف، هي لا تريد اغضاب الغرب، مصالحها مع الولايات المتحده الامريكيه مصالح جمه كبيره للغايه، نفس الحكايه مع اوروبا. لكن هل يعني في نهايه الامر الصين من الممكن ان تتخلى عن دعمها لروسيا نظرا لهذه المصالح المتشابكه مع الغرب وهي كبيره؟ هي الصين لغايه دلوقتي لا 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 تخل لا يعني لا اخذت اجراء ايجابي ولا اجراء سلبي مع الحليف الروسي. يعني هي واقفه على الحياد، وده على فكره في حد ذاته موقف كويس جدا من روسيا، يعني بالنسبه للصين، قصدي من بالصين بالنسبه لروسيا، لانه لحد دلوقتي ما انحازتش، يعني ما انحازتش للضهر، ده اول حاجه. لحد دلوقتي ما انحازتش للضهر، وده خد بال حضرتك، وزي ما بقول لحضرتك ده تكلفته عاليه للغايه. وعلشان كده في بدايه الازمه شهدنا تهديدات كبيره جدا من زعماء الغرب يعني للصين بان هي طبعا. بس خد بالك برضه في نفس الوقت الصين هي المستفيد الاكبر من اللي بيحصل ده، لانه اذا احنا عندنا ثلاث قوى في العالم
ثلاث قوى كبار يعني او اربع قوى كبار، في ثلاثه منهم بيتخانقوا، القوى الرابعه هي المستفيده. الثلاث قوى الكبار دول هم روسيا واوروبا والولايات المتحده الامريكيه، في ثلاث قوى بيتخانقوا فعلا وضاربين بعض، فالمستفيد الاخير هو الصين. مش بس كده، ده كمان الصين بقت بتراقب تحركات الغرب في عقاب روسيا علشان تتفادى. بس الولايات المتحده بتحاول حصار الصين برضه يا دكتور بلقاء بايدن بمجموعه دول صحيح. شرق اسيا، وانه هناك تحالف يعني لكبح الخطر الصيني في الجزر المتنازع عليها سياسيا، والكلام ده كله دي محاوله تقويض الاقتصاد الصيني بالتاكيد، ومش بس ومش محاوله سهله يعني، من الممكن ان تؤدي لنتائج. يا فندم صحيح، وعلى فكره الناس فكرت ان الحرب التجاريه الروسيه، قصدي الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه هديت، لا هي ما هديتش طبعا، وما زالت مستمره، والولايات المتحده الامريكيه كل شهر او كل شهرين بتضيف مزيد من الشركات الصينيه للقائمه السوداء اللي لانه التعامل معاها. ده بس على الجانب كده، بس خد بال حضرتك كمان ان الصين بتراقب اللي بيحصل وبتتعلم منه كويس جدا وبتفعل هياكلها، ومش بس كده يعني الصين كمان شايفه ان يعني ان اللي بيحصل ده ممكن تكون فرصه مواتيه جدا ليه، عشان تسترد شبه جزيره تايوان مره اخرى، وعلشان كده بقى في يعني حضرتك دلوقتي اذا الغرب كله منشغل باللي بيحصل في روسيا وقواه منهكه والمواطنين الاوروبيين بقوا مضغوطين للدرجه دي، طب يعني الصين بدات تفكر هو ده الوقت الامثل للجذو تايوان ولا لا؟ عشان كده بدانا نشهد تصعيد حتى في التحركات العسكريه اللي مثلا من يومين او ثلاثه كان في اختراقات بشكل جماعي للاجواء التايوانيه يعني. لكن الصين ليست روسيا يعني، هي تختبر فقط المواقف والمياه. خد بال حضرتك الصين ليست روسيا سواء في وقت السلم او في وقت الحرب، واللي بيحصل مع روسيا ما ينفعش يحصل مع الصين اطلاقا، سواء بقى على العقوبات او لانه خد بال حضرتك التعاملات الروسيه، روسيا مصدر للمواد الخام وعامله الضغط ده كله، والصين مصدره للمواد النهائيه بس كده. تخيل بقى حضرتك دلوقتي هيبقى عند حضرتك السلسله اولها مقفول واخرها مقفول، فده طبعا معناه انه في كارثه على الاقتصاد العالمي. وخبر حضرتك تعامل يعني شركاء روسيا التجاريين اقل بشكل كبير جدا من شركاء طبعا الصين التجاريين. مين هيستمع لعقوبات او هيقضى عقوبات من المصنع الاول في العالم اللي بيسيطر على 30% من الصادرات الصناعيه في العالم؟ يعني الانتاج الصناعي العالمي بيخرج 30% منه من الصين. وبالتالي طريقه التعامل الغربيه بتقصد مع روسيا لا يمكن تكون زي نفس طريقه التعامل مع الصين. صحيح، بس هو احنا فندم والله حقيقي احنا 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 في عصر يعني بجد مفيش حاجه خارجه عن التوقعات، واداره العالم واداره الاقتصاد العالمي يعني بتشهد شيء من الرعونه غير طبيعي وغير مسبوق حقيقي. فيعني ما فيش حاجه مستبعده، ممكن حضرتك تلاقي عقوبات على الصين بقى، ويبقى ايه يعني اكن احنا حقيقي يعني دخلنا في وضع من الهزار. طبعا وفي تحالف امريكي استرالي هندي ياباني صحيح. الان صحيح عشان كده بقول لحضرتك ان احنا مش ما نستبعدش اي حاجه، لانه في انا اسف والله على لفظ تاني، في رعونه بشكل كبير جدا في اداره الاقتصاد العالمي. فقدنا على فكره اللي احنا فقدنا مستهدفات التنميه واهداف الامم المتحده الانمائيه في خلال 10 سنين اللي فاتوا، جهود امم ضاعت وهتضيع لسه في بسبب عدم المسؤوليه من القوى الكبرى في العالم. والمفروض بقى نبدا يعني نبدا نرشد سلوكنا ونبدا يعني نهدى كده، علشان العالم ده المدخرات الناس ضاعت، مدخرات يعني حضرتك عشرات الشركات افلست وعشرات الشركات هتفلس لسه، ده كله تكلفه من الامم والدول الناميه بتدفعها في صراع ملهاش اي علاقه بيه، ده تكلفه الاعشاب في صراع الافياء. طب لما بتقول نرشد سلوكنا، نرشد سلوكنا هم يعني هم مش هم يرشدوا سلوكهم واحنا برضو يا لكن دكتور. احنا كمان اقتصاديا بالتاكيد برضو احنا يعني الدوله هنا في مصر بتقوم بمجهودات كبيره علشان نقدر ان احنا نتخطى هذه الازمه صحيح. ولكن احنا كمواطنين كمان ايه اللي نقدر نعمله يعني لمواجهه هذه الازمه وتقليل اثرها علينا؟ طيب بدايه كده، هو مصر والدوله المصريه والحكومه المصريه هي متلقي الحدث، مش بتشارك فيه. يعني الارتفاع اللي حاصل في الاسعار، الضغط اللي حاصل على الاقتصاد المصري، هي مصر متلقيه مش صانعه فيه. يعني مصر ما تقدرش لا تأثر ولا تقدر يعني تستوعب الأزمة أكتر ما تستوعبها. الاقتصاد المصري بيمثل 0.5% من الناتج العالمي الإجمالي، وبالتالي احنا جزء صغير جدا من العالم ده. بس عشان نبقى واضحين جدا، ما يحدث في الاقتصاد العالمي هيمسنا بكل شكل، وإذا كانت الدول الكبرى متضررة بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده مصر هتمس. دي أول حاجة عشان بس نبقى واضحين إنه الأزمة اللي هتطول العالم هتطولنا، وإحنا مش في ده ما عندناش استثناء. لكن زي ما قلت كده، لأنه الدولة عندنا هياكلها برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي حصل خلاها قادرة تتعامل شوية مع الأزمة السلعية والكلام ده، فإحنا ما زلنا صامدين وإن شاء الله هنصمد بسبب يعني إن إحنا يعني المخازن اللي اتعملت والصوامع اللي اتعملت وهكذا. المواطنين عليهم إن هم بشكل واضح جدا يعني يرشدوا الاستهلاك قدر ما استطاعوا،
دي اول حاجه. تاني حاجه المستوردين يرشدوا الاستيراد، بلاش الاستيراد الجارف او الجائر اللي كنا يعني بنشوفه غير محله، بنشوفه قبل كده. كمان المنتجين كل ما نقدر نعظم الاعتماد على 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 المنتج المحلي نعظمه، المستهلكين كمان يعظموا الاعتماد على المنتج المحلي، لانه المنتج المحلي مش بس بيوفر عمله صعبه بنشتري بيها من الخارج، لا كمان بيوظف بيوظف عامل مصري، وبيخلي يعني في سيوله في السوق في ظل التضخم المرتفع دهوت. كل عامل مصري بيشتغل بيضخ سيوله في السوق، وبيفتح العامل الواحد بيفتح اكتر من 20 بيت وراه من المصنع اللي عمله والدخل اللي اخده. وبالتالي علينا ان احنا كمان يعني في الداخل بقى المصري نكون يعني حكماء. الازمه مش عندنا احنا بس، الازمه في العالم كله. وبالتالي علينا ان احنا نكون يعني بنتلقى الحدث برباط الجأش، ويعني متاكدين انه التاثيرات طايله للناس كلها، ما فيش حد مستثنى منها. صحيح، وده اللي بنقوله في نهايه حديثنا يا دكتور، انه من الواضح انه ما فيش حد هيخرج منتصر من هذه صحيح. الحرب، لا روسيا ولا الغرب، لان الكتلتين كبار جدا على ان حد ينهزم. اذا هيحصل تسويه في نهايه الامر. شكل الاقتصاد هيكون ايه بعد التسويه؟ يعني هل هو تهيمن عليه الولايات المتحده والوسائل الغربيه لاداره الاقتصاد، ام سيكون هناك اقطاب اقتصاديه تتصارع مع بعضها؟ في المدى القصير هيفضل زي ما هو، في المدى الطويل العالم كله بعد انتهاء الازمه في المدى القصير هيفضل زي ما هو، في المدى الطويل العالم كله اخذ درس كويس جدا من تحكم الولايات المتحده الامريكيه وانفرادها باداره الاقتصاد العالمي، سواء عن طريق الدولار او عن طريق التجاره العالميه، وده مش هيحصل تاني. يعني في المدى الطويل العالم كله هيقلل اعتماده على الدولار، وشفنا اتجاهات من الدول الناميه وبعض الدول المتقدمه في خفض احتياطها من احتياطها الدولاري والاتجاه الى العملات الاخرى، مثلا زي اليوان او حتى الذهب. ده يقول لحضرتك انه احنا مش هنشهد نفس الاتجاه لفترات طويله، ممكن في خلال 20 سنه الجايين نشهد انحسار بشكل كبير جدا لدور الدولار في التجاره العالميه، خاصه مع بزوغ بقى عصر العملات الالكترونيه او عصر العملات المشفره، واللي ابرزها على فكره ممكن يكون هو اليوان او الرنبين الصيني يعني. وده يقول ان احنا هنشهد تغيرات. ده اول حاجه. ثاني حاجه، العالم هيشهد تكتلات مختلفه تماما. أيوه. تكتلات اقتصاديه مختلفه في ظل الازمه اللي حصلت دلوقتي، ممكن نشهد حقيقي ده، ودي فرصه كويسه جدا لاتحاد افريقيا قوي للغايه، في ظل ان افريقيا عندها اكتر من 34% من مصادر الطاقه المتجدده في العالم، عندها جزء كبير جدا من المواد الخام بتصدره، سواء المواد الخام الزراعيه او المواد الخام المعدنيه. بالتالي اذا شفنا وحده افريقيه، ده ممكن يبقى يعني حامي ليها او شبكه امان ليها ضد الصدمات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي المتواليه وهكذا. رب ضاره النافعه، نتمنى هذا يعني يا دكتور. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتنا يا دكتور. شكرا ليك يا ريهام، ونراك على خير قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. في نهاية حلقتنا هنترككم مع هذا العرض لحوكمة منظومة دعم السلع التموينية وأهمية هذه العملية في وصول الدعم للفئات المستحقة، خاصة وأن الدولة حرصت على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وصلتها ل 356 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من حديث الأخبار.